أنا أثني يعني على كل الجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية ومديريات الأمن في البلديات المختلفة على يعني جهودها في مجاهرة بالأمن ودعم هذا القطاع، وأحيي جميع أفراد وضباط الشرطة والأجهزة الأمنية المختلفة اللي تقوم بواجبها في ظروف صعبة والتي كانت تواجه كثير من التحديات، ولله الحمد تفوقت عليها جميعا. أتصور أن احنا بلدنا الآن بدأت تخطو يعني خطوات متقدمة في إحلال الأمن والاستقرار اللي بيمكن كافة القطاعات الأخرى من أن هي تسترجع نشاطها وحيويتها وتعيد البلاد إلى يعني طريق التنمية. هذا طبعا يحتاج إلى مؤازرة كبيرة من المجتمع المحلي والمجتمعات المحلية في يعني للمديريات الأمنية ولأفراد الشرطة. يعني هذا جاء أيضا في ظروف الجائحة اللي هي تحد من النشاط، ومع ذلك يعني الناس كانت متحمسة جدا لافتتاح هذا المركز، مركز شرطة في يعني منذ فترة طويلة لم يفتتح في هذه المنطقة، وهذا دلالة على أن مشروع المجاهرة بالأمن بدأ يأخذ طريقه إلى النجاح إن شاء الله. في الحقيقة هذا الأمر طبعا لا ما عنديش دراية كافية بالخريطة الواسعة، ولكن مديرية الأمن تأسست وأصبحت يعني تمتد قطريا، أن هي كل مرة تفتتح مركز شرطة في منطقة، ومديرية أمن جفارة دخلت في العمق يعني، وهذا طبعا يساعد مديريات الأمن المجاورة، مديرية أمن جنزور، مديريات الأمن في طرابلس، مديريات الأمن في غريان والمناطق المحيطة، أن هي أيضا تكون شبكة تعاون قوية وثيقة ممكن تمكن من تجاوز كل التحديات الأمنية للمنطقة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عميد محمد فتح الله مدير الإدارة العامة الدعم المركزي. بتاريخ اليوم السبت 26/9 تم افتتاح مركز نجيلة الغربية، طبعا هيكون دعم بإذن الله للمنطقة بالكامل. نشكر السيد وزير الداخلية لدعم هذه المديرية، ونشكر مدير الأمن وأعضاء مديرية الأمن بالكامل على الجهد اللي بيبذلوه في إتمام هذه المركز وافتتاحه، وإن شاء الله يكون سند للمواطن وأمن وتوفير الأمن لجميع المواطنين في هذه المنطقة، إن شاء الله ربي يسهل ويسخر جميع. طبعا المنطقة هذه تعتبر منطقة حيوية ومنطقة أساسية، لما توفر الأمن في طرابلس، هي امتداد لطرابلس بإذن الله، حيكون لما نتوفر فيها بفضل رجالها ورجال الأمن تاعها ورجال القوى المساندة والأعضاء الموجودين في المديرية، حيكون الأمن توفر بإذن الله، وربي يسهل ويعاون الجميع إن شاء الله. أولا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في البداية تحية شكر تقدير للقناة الرسمية على تواصل مستمر معنا بتاريخ اليوم، وبناء على قرار السيد وزير الداخلية 12/13 بشأن رفع عدد من النقاط إلى مركز الشرطة ومدير مركز الشرطة نجيلة الذي تم افتتاحها اليوم بعد تجهيزه وصيانته بكامل المعدات وتكليف رئيس مركز ورئيس وحدة مرور بكامل أعضائه. كما نتقدم الشكر والتقدير إلى السيد مدير الإدارة العامة للدعم المركزي عميد محمد فتح الله، والسيد مدير أمن جادو، والسيد النائب عن الظهور دكتور إيمان سيف النصر، وأهالي وشباب المنطقة على تعاونهم وحضورهم اليوم. وبإذن الله المركز سوف يبدأ بمهامه من تاريخ اليوم لتقديم خدماته إلى سكان وأهل هذه المنطقة، بارك الله فيك. وفي النهاية نتقدم الشكر والتقدير والاحترام إلى السيد معالي وزير الداخلية على زيارته الأخيرة لنا وأصدار بعض التعليمات بشأن دعم مديرية أمن جفارة وتجهيز جميع مراكز الشرطة والأقسام والوحدات التابعة لهذه المديرية، وشكراً.